متابعي اليوم السابع، أهلا بحضراتكم وجولة إخبارية جديدة من خارج الحدود. نبدأها من انطلاق اليوم الثالث لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024. فمع بداية اليوم الثالث من أيام التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، احتفل أبناء الجالية المصرية في العديد من دول العالم بانطلاق اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، وحمل الناخبون أمام مقر العديد من السفارات أعلام مصر مرددين هتافات تحيا مصر داخل وخارج السفارات المصرية بالخارج. هذا وبدأت عمليات فرز الأصوات التي أدلى بها المصريين بدولة نيوزيلندا في انتخابات الرئاسة، وذلك عقب إغلاق اللجنة في 9 مساء بتوقيت ولينغتون. ومن المقرر أن تكون آخر لجنة تغلق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة 7 صباحا، وبالتالي ستكون آخر لجنة سيتم فيها فرز الأصوات باعتبارها آخر دولة يتم فيها التصويت. ومن انتخابات المصريين في الخارج إلى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطول من مكث في المنصب في تاريخ الدولة العبرية. وأكد التقرير أن نتنياهو استطاع أن ينجو من العديد من الأزمات، منها اتهامات بالفساد وخطة إصلاح مثيرة للجدل للنظام القضائي في البلاد، والتي اعتبرها الإسرائيليين استحواذا سيئا على السلطة. أيضا التقرير أشار إلى أن نتنياهو سيواجه أزمة الأكبر في مسيرته السياسية، وذلك بسبب إخفاقات حكومته في منع هجوم 7 أكتوبر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وأسر 240 إسرائيلي. وأشار التقرير إلى أنه ومع دخول الحرب مرحلة جديدة بعد انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام وتجدد القصف الإسرائيلي، يبحث نتنياهو عن حل بما في ذلك تنفيذ خطة اغتيالات لقادة حماس حول العالم، وهو الحل الذي يمكن أن يرضي تحالفه ويسقط منتقديه وينقذ من نهاية حياته السياسية. ومن مسيرة نتنياهو السياسية إلى تصريحات مدير فريق إحصاء الخسائر في الجهاز المركزي الفلسطيني. أكد حسام خليفة مدير فريق إحصاء الخسائر في الجهاز المركزي الفلسطيني أن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تسببت في تدمير 250 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي، وذلك من أصل 400 ألف وحدة بنسبة تجاوزت 50%. وأوضح خليفة في إفادة صحفية أن 37 ألف مواطن فلسطيني أصيبوا بفعل العدوان في ظل خروج 70% من المستشفيات في القطاع عن الخدمة. وأكد مدير الإحصاءات في الجهاز أن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة بلغت حوالي 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب، وتوقع الجهاز أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى حوالي 90% وارتفاع البطالة لحوالي 65%، لافتا إلى أن نسبة التضخم بلغت حوالي 12% على السلع والخدمات. ومن غزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر. وقال البنتاغون إن المدمر الأمريكي USS كارني وسفن تجارية في البحر الأحمر تعرضت لهجوم. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش البريطاني عن هجوم بطائرة من دون طيار وانفجارات في البحر الأحمر دون الخوض في المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، تبنت جماعة الحوثي الهجوم على سفينتين إسرائيليتين قرب مضيق باب المندب، وقال المتحدث باسم الجماعة اليمنية أن قواتها البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين، مشيرة لأنه تم إطلاق صاروخ على واحدة ومهاجمة الأخرى بطائرة من دون طيار. ويشهد البحر الأحمر شن سلسلة من الهجمات على سفن فضلا عن إطلاق طائرات من دون طيار صواريخ تستهدف إسرائيل التي تشن حربا على قطاع غزة. مستمرين مع حضراتكم في تغطيات إخبارية على مدار الساعة من صالة التحرير اليوم السابع. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كان معكم محمد جمال وإلى اللقاء.